7 سنوات على تحرير محيط مدينة بلد جنوب محافظة صلاح الدين التي تصدت لهجمة داعش وأوقفت زحفه على أسوارها. تخليد تلك الوقفة والموقف يأتي كل عام من خلال فعاليات مهرجان بلد الصمود الدولي الذي وصل إلى عامه 7. القوات الأمنية استعرضت صنوفها وآلياتها معبرة عن وفائها للأرض. اليوم جميع أبناء مدينة بلدي يحتفون ويقفون وهم اليوم يستعرضون القطعات العسكرية من الحشد الشعبي والقوات الأمنية. إن شاء الله نكون سيوفا بتارة ومشرعة للذود عن أرض الوطن والدفاع عن المقدسات وحماية أرواحهم وممتلكات المواطنين. أبناء المدينة استذكروا الوقفة المشتركة التي ساندت وبذلت من أجل صد وإحباط مؤامرة داعش، مؤكدين أن جميع ما يقدموه في هذا المهرجان هو جزء بسيط من رد الجميل لتلك التضحيات. فعاليات هذا المهرجان هي توظف من أجل إحياء المراسيم التي مرت بها هذه المدينة مثل ركضة نصر، كذلك الأعمال الثقافية والأعمال المسرحية والأعمال الرياضية جلها سخرت من أجل تخليد بطولات الشهداء. وإحنا نحاول في كل سنة نستذكر الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم من أجل هذا النصر اللي تحقق بفضل دمائهم الزكية، والحمد لله نرجو أن نكون وفقنا يعني ولو جزء بسيط في رد الدين لهؤلاء الشهداء الأبطال. بكل اللوحات والفعاليات يسعى هذا المهرجان إلى رد جزء بسيط من التضحيات الجسام التي قدمت من أجل صون الأرض والعرض. يوم الاستذكار الموقف ووقفة مدينة بلد ومن ساندها في التصدي لمؤامرة داعش. فعاليات مهرجان بلد الصمود الدولي 7 جسدت واستحضرت تلك الوقفة. من صلاح الدين فراس الحسن، التغيير.